سارة بلادنا يا سايح تصول وتجول ما تلقى بحال بلادي وتدهش الدين في عروقي وفي أرض جدادي بلادي بلاد الكرم يعرفها القاسم الثاني أنخوة وضرافة ناسها أنخوة وضرافة وكرمهم شايع معروف سارة بلادنا جولة إذاعية في ربع المملكة المغربية مستمعينا الكرام مرحبا بكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج سارة بلادنا لازلنا في المنطقة الشرقية نجول ضمن المناطق السياحية التي تجلب العديد من الزوار والسياح سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه ارتأينا أن نجول بكم وبأسماعكم بمنطقة تافوغالت هذه المنطقة الجميلة الخلابة منطقة تبعد على مدينة بركان بحوالي 18 كيلو هي منطقة تعد من المناطق الإيكولوجية والبيولوجية من بين المواقع الأثرية والسياحية والتي تعاقبت عليها العديد من الحضارات وهي من أقدم المناطق التي تنتمي إلى جبال بني زداسن معنا السيد عبد الوهاب العقاوي الصفة ديالك سي عبد الوهاب مهتم بتاريخ المنطقة وبالبحث في جذور القبائل والتاريخ المتعاقب عبر الأجيال حول أصول قبائل بني زناسن حول تاريخهم حول المعارك التي خاضوها سواء في وجه الرومان الذين لم يستطيعوا دخول المنطقة بل كان كلما هجموا على هذه القبائل إلا وتم الحد لهم واد ملوشة الذي يسمى حاليا واد ملوية ثم اعطيت واحد النوع ديال الاهتمام للمنطقه ديال زقزل وغار الحمام وتافوغالت فنبداو بتافوغالت لماذا سميت تافوغالت فمن قبل كانت الحرب ما بين زوج القبائل هما بني عتيق وبني وريمش فالحد ديالهم كان فاصل في ولاد عمر وامتدت هذه الحرب الاهليه لسنين الى تم شي واحد من الفقهاء ولا الناس اللي عندهم بعقلهم وحكماء ديال القبيله جمع بيناتهم ودار النسوبيه بيناتهم وعادت المياه الى مجاريها الطبيعي فاتفقوا على اساس ان السوق غادي يكون في البلاصه فين كاين حاليا هذا الاعداديه والثانويه ديال تافوغالت اللي في الطريق اللي كتربط ما بين تافوغالت والطريق ديال ولاد عمر اللي كتمشي لتنزرت فسمي بحاضرون وحاضرون في الامازيغيه هي الملتقى اي المكان الذي التقت فيه القبيلتان وتصالحا وتضامنا ونسوا الماضي وداروا ثم السوق وكان يسمي حاضرون لكن مع مرور الزمن ما نعرف شي واحد لان هذوك البرجوازيه القدام كان الا زاد عندهم شي واحد حمق ولا حمقه هبيل ولا هبيله عقون ولا عقونه ما يرضاوش هما برجوازيين ولا باس عليهم غادي يكون عندهم واحد الولد ولا واحد البنت اللي في ذاك الشكل فجابوها ما عرفناش اش من زمان ولكن غالبا غادي يكون فات عليها على حساب جوج قرون وثلاثه جابوها لهذه المنطقه هذه وحطوها هنا في هذه البلاصه فاصبحت تقضي حاجتها امام العموم وتتبول امام العموم وسميت بتافغولت يعني العقونه ولا البليده ولا بحال هذا الشكل فاصبح الاسم يتحول يوما بعد يوم الى ان تحول الى تافغولت هو اصل الامازيغيه ثم من بعد غادي تظهر نوع ديال الحفريات في المنطقه وبالخصوص مغاره الحمام اللي بدا فيها واحد الانسان رجل دين فرنسي بقى يبحث ولكن قبل هذا الرجل الدين الفرنسي كان هناك انتقال واحد العنصر من العناصر اللي جا من الساقيه الحمراء ولد العروسي وعنده واحد الجلده كيقول بلا هذه المغاره نتاع غار الحمام فيها الذهب ولا فيها كنز نقولوا كنز ما نقولوش الذهب لان الكنز هو الفضه اللي كان عندها قيمه ولا الذهب فلما بقى يحفر لقى غير العظام نتاع البشر اللي عندهم مئات السنين والاف السنين فعرف بلا الذهب ما كانش هو لو كان يعرف على ان ذاك الاسكولات ولا ذاك الهياكل العظميه عندهم الوزن اكثر راه اغلى من الذهب ولكن هو ما عنده ما يدير بالعظام وذاك الوقت ما كانتش الدراسات والابحاث في هذا الشيء نتاع تاريخ الحضارات وهذا رغم ان تافوغالت لقوا بها اقدم جمجمه اللي دارت لها عمليه جراحيه وهذا يدل على ان كان هناك واحد الشعب اللي متطور وكان عندهم اطباء اللي الان
عقد عمليه هو تفتح الراس في العصر الحالي. في ذاك الوقت هما حلوها، حلوا الراس وخيطوه. وهذا البحث ماشي حنا المغاربه اللي درناه، دارته الجامعه نتاع اوكسفورد، دارته الجامعه ديال باري، دارته الاخر المكتب ديال التحقيقات هنا في الرباط نتاع لي جوندارم، دارته في الولايات المتحده الامريكيه، في استراليا، وثبت لهم جميعا على ان اعقد عمليه في التاريخ واقدم عمليه في التاريخ اللي ما عندهاش وقتها هو الراس اللي تحل تاع بنادم ودواوه وخيطوا له العظام. فلما جاء هذا الصحراوي ولاد الروسيين وما لقاش ذاك الذهب، فاتخذ تلك المغارة كسكن له، وفي نفس الوقت كان يحيد الشجر بهذا نتاع العرعار وديال السنوبر وديال هذا، كان يجرو باش يبيعوا للناس يديروا به ذوك القربيات والديار ديالهم. فسمي بالنجار، ياك، ولصقت فيه هذا الاسم العائلي، لصق فيه هذا النجار، وكان هذا في الأواخر تاع القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. ورحل هذا من هنا، مشى لواحد القبيله اخرى اللي تسمات عليه النجاجره، فتزوج تما، خلى زوج بنات وخلى ثلاثه ديال الاولاد. هالولاد واحد سماه كيقول سماه العروسي الصغير نسبه الى جديه، واحد سماه مهداوي، وواحد سماه العايدي. فالعايدي فضل يسكن في القبيله ديال هذا ديال تزاغين، والمهدي شد دوك بني مهدي اللي كاين في الطريق ديال وجده. العروس الصغير شد المنطقة نتاع الرقادة، لذلك فهذه العائلة نتاع العروسيين أصبحت زريعة في المنطقة الشرقية. هذا فيما يتعلق من مورا غادي يجي عاد هذا الفرنسي ويلقاو دوك العظام. والآن عندنا 200 هيكل عظمي موجودة في المتحف الفرنسي في باريس، وحنا كنطالبوا باش ترجع، لدرجة أنني رفعت دعوة شكاية عند المحكمة الأوروبية من أجل استرجاع الهياكل العظمية اللي داوهم من هنايا من مغارة الحمام، وخصهم وزارة الثقافة تبني هنا متحف ليها التفوات اللي جاوا الناس على الأقل يعرفوا العظام ديال جدودهم قداش كانوا وقداش شحال الحضارة. إضافة لهذه المسائل لقاو جميع الأسنان ديالهم مسوسة، وهذه الأسنان مسوسة لما داروا البحث عليها لقاو على أنهم كانوا ياكلوا البلوط، كانوا يطحنوه وياكلوه. علاش؟ لأن ربما لأن ذاك العدد نتاع 200 هيكل عظمي اللي لقاوه في المغاره ديال الحمام ربما كانت حروب. الى ربطنا تافوغات مع بركان، فبركان ما غاديش يكون عندها السنه نتاع 500 سنه نهار اللي جا سيدي حميده بركان، لا، هذاك تسمت عليه، ولكن كانت واحد بركان اللي تردمت. والدليل على ذلك ان الهياكل العظميه اللي كانت في المغاره ديال الحمام دليل اخر على ان الناس هربوا اما بالحروب واما بالاوبئه ودخلوا لداخل. حتى الاطفال اللي كانوا من يدفنوهم، الاطفال يدفنوهم على طريقه والكبار يدفنوهم على طريقه اخرى، واللي لاباس عليهم راه عندهم طريقه كيفاش مدفنين، واللي اللي ماشي لاباس عليهم مدفونين. اذا التسوس ديال الاسنان اللي لقاوه عند هاد الناس اللي مدفونين في مغاره الحمام، وهذا قلت لك الجامعه ديال اوكسفورد وفي اطار شراكه مع المعهد ديال الاثار ديال الرباط والجامعه نتاع محمد الاول هنايا، ثم واحد الجامعه في باريس، ثم في اسبانيا واستراليا والولايات المتحده والمانيا. هادو كلهم هاد الجامعات مساهمين في البحث ديال هذا الانسان القادم اللي عندنا في المنطقه. هذا باختصار فيما يتعلق بمغاره الحمام، وهي سميتها الاصل ديالها إفري أونجار، نسبت الى ذاك الصحراوي اللي جا من الساقيه الحمراء يبحث عن الكنز هنا، وما كانش عنده في نبات يبات تما، وكان ينجر هذا الخشب ويبيعه للناس اللي بغاو يبنيو. وعلاش استبدلوها بالحمام؟ انا ارى هذا النوع ديال محو الحضاره والتاريخ اللي نقول، لان كان فيها الحمام بزاف، ولقاو على ان الاسم اللي غادي يكون مناسب هو مغاره الحمام، اما الاصل يخليوها لنا هكذاك. إفري أونجار بمعنى مغاره النجار. إفري هو المغاره، والنجار راه باين. يمكن نقول على ان انا اعطيتك واحد نبذه مختصره، وبطبيعه الحال اللي غادي يعطيك مسائل علميه اكثر هو اذا كان غادي يجي الدكتور بوزوكار عبد الجليل، هو رئيس البعثه الرسميه اللي كتجمع هاد الجامعات كلهم في اطار العمل المشترك، غادي يعطيك. لان الان لقاو جثه اخرى اللي عندها 150 الف سنه، هي اقدم جثه في العالم موجوده في ديك المغاره. دابا راهم داوها للرباط وداروا التحاليل من كياخذوها، كنقولوا ياخذوا واحد المورسو ديال العظم ديال السكولات ويقسموه مورسويات ويفرقوا على الجامعات والمختبرات باش يشوفوا التقريب نتاع هذا البحث مع هذا البحث. فالتقريب كان كله على 150 الف سنه، وبالتالي غادي نقولوا على ان اقدم انسان عرفته البشريه على الصعيد الافريقي لحد الان هما هذا نتاع تافوغات. الى بغينا نقارنوا الحضاره اللي كانت هنا
وذاك الحوايج البساط اللي كانوا يديروهم النساء في العنق ديالهم ونتاع الحولي، فكانوا يقولون تاع جنوب افريقيا هي الاقدم. لكن لما لقوا هادو لقوا عندهم لا يقل على 100,000 سنه ياك، وبالتالي غادي نقولوا كيفاش هاد الحضاره كانت عند هاد الامازيغ هنا وهي نفس الحضاره اللي كاين في جنوب افريقيا. هنا كاين حل واحد، ما كانش زوج، اللي كاين هو ان الناس اللي كانوا هنا كانت عندهم الهجره الى جنوب افريقيا، وبالتالي خذوا معهم الحضاره ديالهم وهذا، وكانوا يستعملوها نفس الحولي اللي كانوا يتخدم هنا يتخدم في جافرة. كما مثلا هاد الناس ديال قناوة لما كانوا جاوا كعبيد في وقت العصر نتاع المنصور الذهبي والمنصور الموحدي وكانوا يقودوا الجمال وهذا، كانوا جاوا هنا، جاوا بالقراقب ديالهم هذا، وجاوا بالطقوس ديالهم الدينيه كيفاش يمكن لهم يعطيو قربان للالهه ديالهم. فمن بعد مرور زمن طويل تحولت تلك الطقوس الى رقصات وفولكلور وتاريخ وحضاره، وانتقل اولئك الناس من الوثنيه الى الاسلام، فاصبحوا من يشكلوا العنصر الرئيسي في القوات تاع الجيش المغربي منذ تاريخ. اذا انا بالنسبه لي انا اعطيتك واحد النبذه على المغاره تاع الحمام، واعطيتك واحد شويه على تافوغات. الان غادي نتنقلوا عند زقزل. هنا زقزل زيزل، كاين الامازيغ ديالنا هنا اللي كيقولوا زيزل وكاين اللي كيقولوا زقزل ياك. فهاد المغاره الفوق هنا كانت مسميه مغاره الجمال. علاش مسميه مغاره الجمال؟ وهي في الحقيقه بالامازيغيه كتسمى افري او افري ولغم يعني الجمال. فترجمت عندي مغاره الجمال. في الباب ديالها هنا الفوق ياك، حنا ما حاولناش عليها، حنا كمواطنين ديال المنطقه هنايا ما حاولناش على المدخل. كان هناك تمثال من الجمل، جمل تمثال مخدوم بحال نقولوا هذا الحجر هذا نحتوه وداروا به ذاك الجمل تما، فسمات على افري ولغم يعني مغاره الجمال. وكاين اللي كيقولها زقزل وكاين اللي يقول زيزل. في اللغه العربيه كاين زلزال، وهذه المنطقه كان شدها واحد الزلزال قوي، لان هذه المغاره كتربط هذه من هنا تربط بعين صفا ياك، ومن هنا كتربط المغاره ديال الحمام، وهذه الخرج يعني عندها ثلاثه ديال الخرجات، ثلاثه ديال المنافذ، ثلاثيه المنافذ. هذه استخدموها حتى المقاومه، استخدموها حتى المقاومه تاع جيش التحرير. كانوا الى السلاح يدخل، الى كانت الناس ديال المقاومه ديال عين صفا خاصهم السلاح يوصلوا حتى لذاك المغاره وكيمدوا ذاك النوع ديال الخماسيات ولا المتريات ولا يبداو من هنا. كانت المياه هنا يعني مغموره؟ لا كانت الماء، كان الماء، ولكن دوك الناس اللي كانوا مقاومين كانوا مستعدين لاي وقت. في المغاره ديال الكهف اللي هي تاع عين صفا كان واحد الفجه غير صغيره غيمدوا غير مثل ذاك القنابل وهذا. هذه المغاره لعبت دور كبير في المقاومه تاع الاستعمار. بالنسبه للمغاره الفوق هدموا لها كاع ذاك الاخر. انا كان عندي حوالي واحد 7 سنين 8 سنين دخلت لها نهار اللي كانت عاد ما عندهاش هاد الدروج، لان ما باقي لهاش بزاف يفتحوها في وجه المواطنين، غادي يبقاو يخلصوا يدخلوا يشوفوا اسمو كاين تما. مي واحد الوقت كانت تما واحد المراه كتخدم في المنجج، مخدوم ستاتوي تيمثال والمنجج تيمثال، وكان قدامها واحد بحال الفقيه شاد العصا هكذا بحال اللي كيقري دوك الدراري، وكانت تما واحد المراه عاوده بحال اللي كتحلب البقره. انا الناس اللي هما قدام هنا يعرفوا بلي هاد الاثارات كانوا تما. واش جرفتها المياه اللي كانت قويه سنه 1968 مسحت الملامح، او ان سرقت وداوها لجهه اخرى كتباع وهذا، حنا ما عارفين عليها والو، لان اصلا حنا وزاره الثقافه ما كتهتمش بالاثار. وزاره الثقافه ديالنا للاسف كاع الاثارات اللي عندنا هنا في المنطقه كاين الاثار اللي كيرجع لوقت يغورطا ايام الرومان، راه هنا موجود في سيدي بوزيد. كاين المنطقه مثلا اللي غتلقايها في جراوه التاريخ ديال الملكه ديهيا مردوم تحت الارض، كاين القصر ديال الملك سيدل اللي موجود في درعوين، كاين القصر ديال الاميره هندا بنت الامير يعيش اخر ادريس اللي موجوده مجيت عين المو، كاين بقايا ديال حوايج اخرين اللي موجودين شق ورطاس لهي كانوا نتاع الحضاره، ربما تكون عندها علاقه بالرومان او بالاسبان اللي كانوا يتحالفوا معهم هنايا. اذا احنا المنطقه ديالنا ديال بني زناسن ما اهتمتش بها وزارة الثقافة، ما اهتمتش بها جاء العمل في ايامها اللي كانت موجودة، بل انه ما داروش حتى حارس يحرس هاد الاثار التاريخية اللي كاين. وحنا كل مرة كنفقدوا حاجة، لدرجة ان قبائل بني زناسن اللي عندها اقدم جمجمة و
واقدم هياكل عظميه في افريقيا وواحد الجزء من اوروبا. عندنا 200 هيكل عظمي موجودين في فرنسا في المتحف. علاش يديهم لفرنسا؟ لان كاين اتفاقيه دوليه اللي كتقول لك الا ثبت على ان هذه الاثارات ديال ديك الدوله، فالمنظمة تاع اليونسكو والأمم المتحدة بالقانون ديالها يجبر تلك الدولة باش يرجعوا لنا ديك ال 200. كيقول حنا نقدروا كمغرب وفرنسا يقدروا يتعاونوا، نقدروا نخليوهم تما 100 تما و100 يكونوا هنا باش نكون المتحف تافوغات، الناس اللي غادي يجيو يشوفوا التاريخ ديال جدودهم. ولكن باش دي كل شيء وحنا ساكتين هذا ما لا يقبله المنطق، راه ما كاينش. الا بغاو بنادم صحيحه ما الشباب ديهم لفرنسا، ردونا اخويا غير الجدود ديالنا، حنا ردونا العظام ديالنا وديو الشباب يخدم، ديوهم حيين اش ديروا بهم ميتين؟ لان ملايير اللي كيدخلوا بها، كيدخلوا بها الملايير تما تاع التوريست وديال المراكز ديال الابحاث. راه باش تدخل ذاك المركز وتقول لهم بغيت ندير البحث الفلاني كذا، كتدخل في اتفاقيه وتخلص. اذا انتم تديو الفلوس على ظهر العظام ديال الجدود ديالنا، من حقنا يكون عندنا متحف هنايا، ومن حقنا نجيبوا ذاك الراس اللي راه في الرباط فاتحينه نجيبوه هنايا، الا بغينا بالفعل نديروا التنميه القرويه ونبغينا نعطيو الرواج السياحي للمنطقه، وبالتالي نقدروا نقولوا اننا كمواطنين وكدوله وحكومه وشعب يساهموا جميع من اجل اعطاء واحد القوه سياحيه للمنطقه. اما تمشي تدي لي الحوايج نتاع المنطقه ديالي للرباط والاخرين راهم في باري وتقول لي مالها هذه المنطقه ما بغاتش تطلع في السياحه، راه ما يمكنش. لان شكون اللي راه يهرس الاول؟ هي وزاره الثقافه، هي وزاره السياحه، هي هذه المراكز ديالهم من يصلحوا لها. انا ما يمكنليش غادي نجيب مثلا لو مثلا نعطيك هما كاع الاخوان اللي راهم هنايا ولا الاخوات اللي جابوا العائله ديالهم، ما كرهوش يدخلوا اولادهم ذاك المتحف يقول له هذا التاريخ الفلاني، هذا التاريخ الفلاني، يتعلموا ويعرفوا بلا ان جدودهم عندهم تاريخ. ولكن لما كنجيو لواحد المرحله اللي هي تكون حاسمه اللي خص نبرزوا فيها المقومات ديالنا ونعطوا الاشعال للمنطقه، حتى السي عبو المدير الجهوي للثقافه سابقا واحد الوقت طرح له سؤال واش كاين شي حاجه ترمم هنايا، طرحوا له من طرف العامل ديال بركان، قال له ما كانش. تبقيت نحسب له انا المناطق كاملين، تفاجئ من ذاك العدد. وبالتالي انا صورتهم فيديو واعطيتهم للعمله، وراني درت طلب عن طريق السلم الاداري لوزاره الثقافه باش نديروا الترميم لواحد العدد كبير ونديروا الابحاث، وبالخصوص البحث اللي خصو يكون في جراوه تحت الارض اللي فيه القصر ديال الملكه دهيا، واللي خاضت المعارك ضد عقبه بن منافع نهار اللي دخل الاسلام، وخاضت معارك اخرى ضد الرومان اللي كانوا يجيو من وليلي باش يهاجموا هذه المنطقه ويستولوا عليها. بلادي يا زين البلدان يا جنات على حد شوف ساره بلادنا يا سايح تصول وتجول ما تلقى بحال بلادي وتدهى شادين في عروقي وفي أرض جدادي بلادي بلاد الكرم يعرفها القاسم الثاني أنخوة وضرافة ناسها أنخوة وضرافة وكرمهم شايع معروف سارة بلادنا جولة إذاعية في ربع المملكة المغربية.